بلاش بقى حكايه التمثيليات بتاعتك دي وبين المشاعر ومش المشاعر، انت ما عندكيش مشاعر اساسا. متصلين بالجرس ولا ايه؟ بس اخرسي خالص، اسكتي بقى. بقى اهلا يا حبادي. لا مؤاخذة يا باشا، اتفضل. اتفضل فين؟ ده اخته. لا عايزة حاجة؟ اتفضل خش جوه. انا مش عايز اعمل مشاكل. بس عليه مفيش مشاكل ولا حاجة. تشمي كنت جاميك بقى. اشكرك انك جبت لي الشنطة بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو مفيش حاجة اسمها نو. ما ده اللي دوفوني تون امي يفاني عليك مو سيبك من البرطبة ده. بتتكلم ولا بتعمل ايه؟ المفروض ان انا مديرة اعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشة دوشة دوشة. ده انت ما بتعبرنيش حتى بالناس. ده عين وحق قال لي ده عين. انت تتحرش بيا؟ نمتوش با اسبيس دو كرابي تشوفيها. ولا يهمك ولا يهمك، سيبك من البرطمة دي. فين الشنطة؟ هيا يا باشا الشنطة. الله يخليك، مش عارف اقول لك دي مهمة جدا في حياتي. حطها هنا زي حاضر يا باشا. هتا فيها حياتي. معرفش دي ايه. يا خبر ابيض، دي كل حياتي فيها. لا مؤاخذة ناس، معلش معرفش. هو انت قلت لي حطها هنا؟ معلش حطها. لا مؤاخذة يا باشا، حطها برفق مش كده. تأمرني بحاجة يا باشا؟ دي واحدة دي واحدة. تعالى تعالى بس تعالى، خد 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوة انك جبت لي الشنطة دي. لا والله. والله حلاوة الشنطة؟ ايوه. ده نفسي تضيع واجبالك تاني. مروة عفوا يا ريس. ونادين عفوا يا حسين. ناجي مساء الفل يا حمادة. بس أنا فهمت طلبكم، خدوا الأرداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مسيروا ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ست الضلمة ستارة، أبيض في النور ومفيش حاجة هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا أحلى. اسمعي بس يا بنت، أنا بظبطك. لا لا احنا كده أحلى. الحق عليا لو عاوز أعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زبالة. وناجي حبيبي. إيه يا عم حبيبي؟ حبيبي حمادة وحشني وحشني. إيه يا ناجي؟ انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خفت. خفت. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي دي ولا ورد؟ حقيقي يا عيني. ايوه. اعمل ايه بس يا حماد؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم نجح من ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الارصفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال المصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه، اسمع بدي انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره مبهره. الريعه دي يا ناجي. انت جايبها من تحت باطك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا اذا زهقت يا سيدي مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. اول مصحف نفس اليوم. نفس اليوم والله يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى تصدق على فكره البلد كان عندها حق، انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ وميل وكتب منديل. ايه منى القرف اللي انت بتعمليه ده على الميسه ده وعلى الارض ده؟ انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت؟ انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله. اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى.
ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيه قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لص وكلاب. ايوه بالظبط لص وكلاب، عارفه. برافو عليك. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن، هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي السفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا فيها أي حاجة زيادة عني. إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة، نورماندي تو، ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بص شوف، بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي، بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيش؟ حال ما كانش مقربة تحتنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى، وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية، مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. اقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عيب لك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول لي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حمادة اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. شفتي فجأة؟ بصي فجأة. صلى عليك يا نبي. والله وابور بتاع نجيلة فجأة اتحولي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ سمية يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ست. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك النبي حاسب البيت هيقع. الله يكرمك. حاسب بقى خرجني. ضاعي بالجنب اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني. مؤاخذة يا باشا. ده لبنان يا اسطى. ولا العراق يا ريس. معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبابها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? Alhamdulillah. Shérif. Non. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي؟ تفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاه. مش عاجبك مصر؟ سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح. مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ اه يا فندم، هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي، يبقوا هم اللي معايا على طول. حاضر يا فندم، انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذنك. محمد حسين اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟
الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمن؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام، امبارح كان مانجيجو والنهارده مصر عليه؟ بقى اصحابي امتى دول؟ اتصرف يا ايمن اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح فاضي يا اسطى؟ يا جرح اتفضلي يا حاجه، اتفضلي اتفضلي. الو الو، صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 لا، انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاجه، يلا انزلي انزلي، البطارية نايمة، يلا انزلي. نايمة يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، ده انت وليه قلت لي انت حاجة؟ ايه يا حاج؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينة نصر. بالفضل ده، يلا يا حاج انزلي. انزلي يلا. خلي يومك يعدي وديني مدينة نصر. هتعمل ايه في مدينة نصر؟ هتمسحي هناك؟ بقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس العقاد. يا ولية عباس العقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش العقاد. ركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكسي. انزل يلا توك توك. انا هوريك التوك توك ده عين امه. وريني عين خالتك. هتعملي ايه يا بيه؟ انا مش عايز توديني ليه؟ بص، انت قد ابويا ومش عايز امديني عليك. ابوك يا احمد، انا هوريك انا مين. الله، يلا. ايه يا بنتي؟ لا، ينايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخ. لا لا، مش انت يا مان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح وده المفتاح بتاعها كده. دي عربية الأستاذ أيمن مش كده؟ دي عربية الأستاذ أيمن. روح أنت بقى ساعتك. اتفضل. أنا كمان حبيتك من ساعة ما شفتك في الجراج. وأنا كمان حبيتك من أول يوم شفتك في الجراج. وأنا حبيت سياسة الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين زي؟ ده الجراج. جراج؟ تعال أركن. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعمله في عربيتي ده من آدم؟ هي دي عربية حضرتك ولا ايه؟ عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربية بتاعت الشركة، ما خدش بالي خالص والله، بتاعت الاوتيل قصدي. حاك عليا. لا، ما هو كده ما يصحش خالص على فكرة. ايوه حاضر، خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه يعني؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته بتنتهي امبارح ويجي هو النهاردة؟ عم ابراهيم توفى. لا والله توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب وانت هتدوني البدله بتاعته بقى ولا كفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ ايمن. ميرسي يا حماده. عجبتني ايه؟ دي ريحة مهببة دي. هو انت غسلت العربية بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربية، غسلتها بحاجة مش الصابون مش حلو. ايه؟ ايه ده، انت بتعيط ليه؟ لا ابدا، بس فرحان بالوظيفة. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه يا حمادة ده؟ ايه الريحة؟ ايه الريحة الفظيعة دي؟ ايه ده؟ لا بس الظاهر غسلت العربية بصابون ريحته مش كويسة.